الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. كثير من النساء أو بعض الناس عند الحاجة يتحايل على الشرع ويذهب ليبيع أو ليشتري أشياء نسيئة ثم يبيعها لنفس الشخص نقدا، يأخذ الثمن ثم يسدد المال على أقساط. هذا نوع من أنواع الربا. بمعنى واحدة تبقى محتاجة، عايزة تتجوز بنتها، فمعهاش فلوس، ف حاولت تقترض، ما عرفتش تقترض. لكن للأسف كثير من النساء ما بتحاولش تقترض، أو ما بتحاولش إنها يعني تطرق أبواب الحلال، لكنها تذهب تشتري شيئا حراما، تشتري شيئا مثلا تلفزيون بنسيئة بثمن اكتر من ثمنه. لو هو مثلا ثمنه 1000 جنيه، تروح تشتري منك ب 1500. فطبعا البائع هو راح عنده جهل وعايز يكسب، يرضى ويكتب له ورق، بس مش هدفع لك فلوس دلوقتي، هدفع لك فلوس على سنه دار سنه، وتزود له الثمن، تضربه في اثنين مثلا، وبعدين تاخده منه وهي واقفه تقول له هبيعه لك تاني ب 500 او ب 800 بعد ما اشتريته منه ب 2000، بس تديني فلوس كاش، وتاخذ منه المال وتنصرف وتقضي حاجاتها بهذا المال باتفاق بينهما. هذا يسمى ربا العينة. قال يعني سمي العينة لأنه يعني يستعان به على قضاء الحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا ضرنا الناس بالدرهم والدينار، وتبايعوا بالعينة، ورضوا بالزرع، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وفي رواية أخرى: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. هذا ما نحن فيه الآن، سلط علينا ذل وتكلمت علينا الأمم، ولن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الذل إلا إذا رجعنا ديننا. للأسف الشديد هذا نوع من أنواع التحايل على الشرع، وهذا ربا. استند العلماء على حديث سيدة عائشة رضي الله عنها: دخلت أم زيد بن أرقم ومعها زيد بن أرقم على سيدة عائشة رضي الله عنها وقالت لها: بعت زيدا غلاما ب 800 نسيئة أو إلى عطاء، ثم اشتريته منه ب 600 نقدا. ثم اشتريته منه ب 600 نقدا. بمعنى ان سيدنا زيد بن ارقم كان محتاج فلوس، او هي الام محتاجه فلوس، فعملوا اللعبه دي بان هي تقول له عندها غلام، فتقول له هبيعهولك، هديهولك بالنقد، بالتقسيط المريح، هبيع لك الغلام ده بالتقسيط المريح ب 800، وبعد كده هشتري منك تاني ب 600، وادفع لك 600 كاش، وتسدد انت ال 800 دول على راحتك. يعني كان زيد محتاج. فقالت لها سيدة عائشة رضي الله عنها: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فأبطل، فزي سيدنا زيد، فطبعا يعني رجعوا عن هذه البيعة. فقال العلماء: لا تقول أن سيدة عائشة رضي الله عنها لا تقول ذلك إلا أن هذه مسألة توقيفية، إلا بعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث واضح، هو نوع عن هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة. فثلاثة من الفقهاء حرموا ذلك: الإمام أبو حنيفة وأحمد والمالك، لم يحله إلا الشافعي فقط، وقال المسألة هنا لا ينظر إلى النية ولكن ينظر إلى البيع والشراء، وده هو بيع وشراء وما هوش ربا. يعني أنا ما رحتلوش الشخص ده قلت له سلفني وهسدد لك بالزيادة، لكن ده بيع وشراء. لكن طبعا الرأي، وده يوريك إنك صحة من قال، من مشى، من اتبع كل عالم فهو زنديق، اللي يمشي وراء اي عالم وخلاص
يبقى زنديق، لأن مهما بلغ العالم في علمه فهو يخطئ، يخطئ ويصيب. وهو نفسه الإمام الشافعي قال: رأي خطأ يحتمل الصواب، ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ. فياك أن تمشي وراء عالم بدون تمحيص وتدقيق في رأي الجمهور ورأي الأدلة، وأن تأخذ بالأرجح وبالأصح وبالذي لا يوافق هواك. خذ بالذي لا يوافق هواك. فإذا بعض العلماء، أو ربما يعني لحد ما كثير من العلماء، أجازوا لو إنك أنت هتاخد البيعة دي أو تاخد الشيء ده ما تبيعوش لنفس الشخص. يعني تاخد التلفزيون أو تاخده منه وتروح رايحة أو رايح لحد تاني ويبيع له هذه السلعة بدون اتفاق مسبق. ما ينفعش إن أنا أروح لواحد يقول لي مثلا أنا عايز أشتري منك كذا. ودي من دي صورة من صور العينة، قال الرافعي العينة هي إن واحد يجي لك يقول لك أنا عايز أشتري منك كذا، فأنت ما عندكش الحاجة دي، فتقول له أه عندي هجيبها لك بكرة هتكون عندك، وتروح رايح لواحد تاني وشاريها منه وبعدين تروح بايعها له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى عن هذه البيعة، وقال: لا يبيع أحدكم ما ليس عنده، لا يبيع أحدكم ما ليس عنده. بس الصحيح إن هي الصورة الأولى التي قلناها الآن هي هذه البيع العينة، اللي هي التحايل على الشر، هات وخد وأنت واقف من نفس الشخص بنسيئة، وتزود الثمن قوي له بس بنسيئة فهو هيرضى، وبعد كده تحرقها وتبيعها له بنص ثمنها أو تلت ثمنها كاش، تاخد الفلوس نقدا وتتصرف وتاخد بيها، بعدين تسدد براحتك خالص الأقساط دي. فأنت لم تشتري منه أو تبيع، أنت اقترضت منه قرضا مقنعا بهذا النوع من أنواع التحايل على الشر. لكن بعض العلماء أجاز، قال لك لو أنت خدت الشيء ده بقى في حوزتك وما بعتوش لنفس الشخص اللي أنت اشتريته منه ورحت لشخص تاني بدون اتفاق مسبق وبعت له، يجوز في هذه الحالة. الأفضل ما قيل هو رأي ابن عثيمين إنه يجوز أن يفعل ذلك، إنك تاخد الشيء ده وتبيعه لحد تاني إذا كنت مضطرا، عيادك كل الحيل والسبل وطرقت كل الأبواب وحاولت أن تقترض فلم تجد سبيلا لذلك وكنت مضطرا، فيجوز هذا. لكن ابن القيم وابن تيمية قالوا لا يصح هذا البيع، ومعهم بعض العلماء حتى ولو ذهبت إلى شخص آخر بدون اتفاق مسبق، لأن هنا نية البيع والشراء ليست متوفرة، بل هي الفرض، بل هي نوع من أنواع التحايل لإبدال مال بمال، مال حاضر دفعة، مال حاضر دفعة واحدة يبادل بمال نسيئة أكثر، يعني مال قليل يبادل يؤخذ فورا بمال كثير يسدد على أقساط كثيرة. فهذه هي النية وليست نية البيع والشراء. وأنا أرجح رأي ابن القيم وابن تيمية وهؤلاء العلماء، كان بعض العلماء أجازوا صورة إن الواحد ياخد الحاجة يروح بيها لواحد تاني ويبيعها بدون اتفاق مسبق، قالوا ذلك للتوسعة على الناس، لأن الناس الآن ضنت بالدرهم والدينار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الرسول واضح: إذا ضن الناس بالدرهم والدينار، بمعنى أنهم لا يسلفوا ولا بيسلفوا ولا بيقرضوا حد، وتبايعوا بالعينة، استبدلوا الاستقراض بالعينة، يبقى إذا في إنسان كان مضطر ولم يكن مضطر اضطرارا شديدا يحرم البيع. يبقى ما نقولش بقى من باب التوسعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ارتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الذي يقع في الشبهات يقع في الحرام. اذا كما حرم علينا الرسول صلى الله عليه وسلم الامور المحرمه، حرم علينا ايضا الامور المشتبه فيها التي تختلف فيها العلماء. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدعى ما ليس فيه بأس خشية الوقوع فيما فيه بأس. كان أبو بكر وعمر يقولون: كنا نترك 19 الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. فإذا الأمور في مثل هذه المسائل الشائكة يجب علينا أن نأخذ بالأحوط ولا لا لا ولا نأخذ بالأيسر. يجب علينا أن نأخذ بالأحوط ولا نأخذ بالأيسر. فالأخذ بالأحوط أحوط كما قال علماء أصول الفقه. فلا ناخدش بالايسر، ناخد بالاحوط. فلكن اذا الانسان اضطر شديد، واحد هيخش السجن ولاش قدامه سبيل غير كده، محدش يقدر يسلفه.
يبقى في الحاله دي ينجي نفسه من السجن انه يعمل كده، ماشي. زي حكم الربا، ابو حبيزه يقترض للربا، وده يعني اقل انواع الربا، لكن هو ربا لان هو تحايل على الشرع. يبقى ازاله ان تفعل ذلك او ازاله ان تفعلي ذلك تشتري الشيء من الشخص ده، وطبعا هتشتريه بثمن اكتر من ثمنه بكتير، وبعدين مش هتدفعي حاجه وهيبقى بالتقسيط الريح، فعلا تاخد الشيء ده تروحي بيه لبائع تاني في يوم تاني بدون اتفاق مسبق مع هذا البائع. مش تقول تكون متفق معاه، تكون متفق معاه اتفاقا مسبقا، تقول له انا هجيب لك شيء واعمل حسابك عشان تكون مرتب نفسك. لا، البيع والشراء شيء غيبي كالتجاره، ويجب ان يكون مبهما. لقيت حد يشتري منك، لقيت ما لقيتش، يبقى خلاص. لكن تكون متفق مع واحد اتفاق مسبق، ما فين بقى؟ يبقى فين البيع والشراء هنا؟ احنا دخلنا في سوره ثانيه حرمها ايضا العلماء، ان الرسول قال لا يبيع احدكم الا ما ليس عنده. يبقى انت عملت بالربا، وتعملت وبعت وبتعت بطريقه حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، لان ما حدش يشتري سمك في ميه، او ما حدش يبيع مش حاجه مش عنده. يبقى اذا تشتري شيئا وتدخله على التجاره عندك، ثم تذهب به تبحث عن مشتري اخر يشتري منك بثمن اقل وتاخذ في المال. هذا في اذا كنت مضطرا اضطرارا شديدا. اما اذا كنت غير مضطر تستطيع ان تقترض، فيجب ان تستبعد، ان تبتعد تماما عن هذه الصوره، لانها صوره من صور الربا، وهو من الامور المشتبه فيها، وهو حرام شرعا. اخيرا اقول لكم ان الربا جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود في اكثر من روايه، وهذا الحديث اصل الى الصحيح، ايضا في كتب اهل الكتاب. لربوة واحدة أشد عند الله من 36 زانية أدناها أن ينكح الرجل أمه في صحن الكعبة. في رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود، درهم من ربا أشد عند الله سبحانه وتعالى من 36 زانية أدناها أن ينكح الرجل أمه في صحن الكعبة. وحديث آخر، الربا 70 بابا أدناها أن ينكح الرجل أمه في صحن الكعبة، والعياذ بالله. يعني وطبعا الاحاديث في الربا التي تحرم الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال، ورب العالمين قال، الذين ياكلون الربا لا يقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله، ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار اسيم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير هذا الحديث، يبعث المرابي او اكل الربا يوم القيامه مجنونا يتخبط من المس، مجنونا يتخبط، يخرج من قبره في ارض المحشر مجنونا يتخبط. والله قال تعالى يحب لا يحب كل كفار اسيم. سمى المرابي كفار وليس كافر، اي شديد الكفر شديد الاسم. اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، معناها انه سيمكث في النار مدة طويلة جدا. يعني ربنا هنا بيتكلم على المرابي، بيتكلم على الكافر، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فنتقي الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس او كثير من النساء تفعلن ذلك في حالة الحاجة، وكثير من الاحيان بدون حاجة، يعني او بعض الناس. هذا نوع من انواع التحايل على الشرع. انا هكتب لكم الكلام ده كله تحت فيديو سخون شؤون نشر هذا العلم في طور عظيم، لعلم علما فانه اجرم عليه بيوم القيامه. لا ينقذ ذاكم يقول مشايخ تشوش تفعيل الجرس في الشق، فانا لسلكم كل جديد، وساعدوني على نشر الصوت النبوي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.